أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. اليوم أولا سوف نبدأ بترجمة بعض كلام الفانز الذين قاموا بزيارة القصر في يوم عيد ميلاد نانوكا، وكلهم من فانز خليل لأنهم شعروا بالسعادة عندما شاهدوا خليل مباشرة، وقالوا أنهم تأكدوا من طيبة قلب خليل وأنهم فخورين جدا لأنهم من فانز خليل. كما أيضا قالوا أنهم محظوظين جدا بما يكفي لرؤية خليل ونانا. أيضا ما زالوا لا يصدقان أن ذلك كان حقيقة وليس حلم، ولقد صادفوا عيد ميلاد نانوكا عفوا ورحبوا بهم بلطف. كما أيضا إحدى الفانز قالت أن خليل كان أكثر وسامة لأضعاف عديدة على ما تراه على الشاشة، ورموشه جميلة جدا لدرجة أنني لا أعرف عدة المرات التي قلت فيها ما شاء الله. خليل لطيف جدا، متفهم صادق. أنتم تعرفون أنه من النوع من الناس الذي يمنحونك الطمأنينة. وقالت أيضا فهمت بشكل أفضل بكثير أنه كذلك عندما رأيته. خليل حقا شخص طيب القلب، والعديد كان يمدح خليل. كما أيضا أصدقائي اليوم بعد تنزيل بنا ستوري على حسابها الخاص، وهذا ستوري عبارة عن صورة تجمعها مع خليل، تعرض خليل بسبب هذه الصورة إلى القذف، حيث قالوا بأن هذه الصورة ليست صورة عادية، إنها بالأحرى شهادة على نفسه سيئة، لأنه هو الآن بجانب أولئك الذين تحدثوا بالسوء عن سيلة. إنه يرسل رسالة واضحة تؤكد على أن هؤلاء الناس كانوا على حق في كل ما قالوه عن سيلة، وهذه المجموعة كلها متواطئة مع الكراميل ووجوههم تعكس الشر. نحن نشعر بالأسف اتجاه خليل. أصدقائي أولا أريد فقط أن أجيب عن كل هذا الكلام. خليل مجبر على التعامل مع المجموعة بأسلوب لطيف، ومجبر أيضا على الترويج للمسلسل حتى الفيديوهات التي شاهدناها في يوم عيد ميلاد نانوكا فهي ترويج للسلسلة. أما بالنسبة لبقائه في المسلسل ولم يساند سيلة، فالعديد يؤكد على أنه ساندها وأكمل السلسلة برضا سيلة، وهي كان لها عروض عديدة عكس خليل، لذلك اضطر للبقاء في السلسلة. حتى الدكتورة سهام حليلة قالت أن كل هذا مجرد ترويج في ترويج وتمثيل في تمثيل، وهذا أيضا لصالح خليل لكي يكون ترند ويوقع على أعمال جديدة. يعني إذا كان ترند أكيد سوف يحصل على العديد من العروض. وقالت لأنه للأسف سوشيال ميديا أصبحت الآن هي المتحكم الأول والأخير والرسمي للفنان، وإذا كان الفنان ترند ولديه صيت ومتتابعين أكثر والعديد يتحدث عنه، فأكيد أنه الإنتاج سوف يبحث عنه، لأن هذا الشخص كثير مطلوب ويجب الاستعانة به، وهكذا الربح سوف يكون أكثر. وهذا الشيء الذي يقوم به خليل ليس بجديد. وقالت أيضا مهما المسلسل لا زال يتم عرضه فهذا يسمى مسلسله ويجب أن يروج له. كما أيضا هناك من قال لسهام لكن خليل الآن خسر العديد من المتابعين، فأجابتها سهام رغم أنه خسر المتابعين إلا أنه الآن ترند، والأهم من كل شيء هو الترند، وهو ترند على جميع التواصل الاجتماعي. كما قالت أن خليل لم يفعل شيء معيب حتى يتم الهجوم عليه. يوم عيد ميلاد نانوكا هو عايد نانوكا عادي، لم يفعل شيء معيب، لم ترى أي شيء مبالغ فيه. وقالت أيضا الآن خليل أصبح أكتيف أكثر على السوشيال ميديا لأنه فهم الموضوع متأخرا، فهم أن السوشيال ميديا هو كل شيء للفنان. وقالت أن نانا تروج له هكذا، يعني تمثيل في تمثيل. كما أيضا أسماء الغماري كانت لايف مع سهام حليلة وقالت أنها من قبل ذكرت بأن الفانز سوف يرى تصرفات لن تروق لهم من خلال خليل، وسوف ينقسم الفانز إلى قسمين، يعني بين معارض ومؤيد. مؤيد عفوا، وقالت أن هذا الشيء الذي يقوم به خليل هو تمهيد لعمل جديد سيكون في هذا الشهر، ورغم السب والقذف والانقسامات إلا أن خليل طلع ترند على مؤشرات البحث لسبب بسيط. وخليل يحاول أن يثبت للمنتجين أن لديه قاعدة جماهيرية متابعه وقاعدة جماهيرية تنتقده، يعني لا تصدقوا كل شيء تروه.
لأن هناك تعامل مع شركته من أجل مصلحة العمل فقط، يعني مضطر أن يفعل هذا من أجل المصلحة. وقالت أيضا أن سيلا وخليل لا يريدون أن يظهروا علاقتهم لكي تنسوا الثنائي مان وسحر وتتقبلوهم مع ممثلين آخرين. وهي أيضا أكدت على أن الترند هو نجاح الفنان، ويعني الفنان يقاس بالسوشيال ميديا، أي يعني عبد له. كما أيضا أصدقائي هناك أخبار تؤكد على أن خليل انتهى من الأمانة وسوف ينتهي المسلسل بموت خليل، ومن الممكن أنه سوف يكون هناك بطل جديد في الجزء الرابع. يعني نظمية لازال لها النفس في كتابة التخاريف، وإذ كانت نظمية بصراحة تملك عقل فلا يجب أن تكتب سيناريو مرة أخرى لأنها لا تعرف ربط النهاية. تمكنت من قتل الممثلين جيدا بصراحة، الجمهور سئم من تمديد السيناريو السخيف الخاص بها. كما أن فانس سيلا في حرب مع فانس خليل، وكالعادة يمدحون سيلا ويقولون أنها هي علامة تجارية بحد ذاتها، وهي امرأة تعمل دائما باحترام كبير وصدق وذكية وحكيمة وتتصرف بعقلانية وهي ذو أخلاق عالية. وبصراحة أصدقائي كل هذا الكلام صحيح، نتمنى لها مسيرة موفقة بإذن الله، وهي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة وسوف يدعمونها دائما. المهم أصدقائي حاولوا ألا تحكموا على أي شخص أو تهاجمونه دون معرفة الحقيقة. أما الانتقاد فهو أمر عادي أن ننتقد، ولكن بدون شتم، يجب الحفاظ على الاحترام لأنه واجب. المهم على أي حال نحن نحبهم سويا سواء سيلة أو خليل، ونتمنى لهم التوفيق. أصدقائي إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.